السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا أعزائي في قناة تجاربي، واليوم عاوتاني مع وصفة جديدة. هاد الوصفة النبتة اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك أنبتي حيث شئتي. هذا حديث نبوي على هاد النبتة اللي هي في الحقيقة صيدلية في حد ذاتها، منافعها كثيرة، وأنا ما نقول لكمش المنافع ديالها لأن خاصني شحال من فيديو عاد نوفي حق هاد النبتة. شوفوا غير في الانترنت وغادي تشوفوا الفوائد ديال هاد النبتة. هي كتشوفوا فيها كي دايره، كتنبت في الخلا برا، هي ما كتزرعش. المهم الطريقة ديالها هي قبل ما هادي خصنا نغسلوها مزيان، وباش نغسلوها نعملوها في الماء شي جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق حتى كتطلق ديك الرمل وديك التراب اللي فيها، ونهزوها نزولوا داك الماء ونغسلوها شي ثلاثة المرات صافي، عاد نقطعوها. عندنا المكونات هي هادي. عندي واحد البصلة متوسطة محكوكة، التومة، الماء، القزبر والمعدنوس، التوابل اللي هي التحميرة، الكيمون والسوداني. اللي بغى يبدلو بالابزار فلفل اسود، كاينه الزيت، كاينه واحد مطيشه صغيره تكون طايبه، والملح. هاد البصله والثومه ها هي محكوكين. هاد بالنسبه للرجله كنقطعوها كما قلت لكم، غسلناها ونقيناها مزيان، كنقطعوها من الاول نطلعوها رقيق باش ما رقيقه باش ما تغلبش علينا، ولا اللي عنده فاش كيطحنها يطحنها. نقطعوها كامله، هي ربطه راه كيتباعوا بالرباطي، ربطه راه فيها الخير. هذا دابا وقتها، دابا هي كتنبت في الصيف ماشي بحال البقوله. بالنسبة لها هي كطيب بحال البقولة، ولكن أنا عندي واحد الطياب ديالها كنطيبها سهلة دغيا، كطيب بهالطريقة. هاي دابا كاملة قطعتها، وهذه اللي شريتها أنا طرية ما فيها شي حاجة قاصحة، هذيك العواد ديالها طريين. ها هي مطيشه صافي، كنعملوها في طنجره ضد الضغط، نعملوا على هذيك مطيشه البصل والثومه القزبر والمعدنوس القياس اللي بغينا. وكنخلطوا مع هاد الشيء مع هاد الرجله، عاد كنعمل الزيت وكنعمل التوابل، فلفله حمراء، كيمون والسوداني، تبدلوه بالفلفله بالابزار الا بغيتو. وبالنسبه ما كنحركوش، كنخليها هكا ونعملوا الملح، كنخليو الا حركنا ديك العطريه غادي تحرق، غنخليوها هكا ديكشي غنحطوه الفوق وغادي نخليوه، وغادي نسدو الطنجره ديال الضغط ونعملوها على نار مهيله. بالنسبه للزيت راه كتعملوا القياس اللي يعجبكم، هي الزيت مزيانه في هاد بحال البقوله ولا في هاد الرجله. كنخليوها هكا هذا، بغيتوا تخليوا العطريه حتى كطيب عاد عملوها ديك الساعه نتوما وشنو بغيتوا. المهم ملي تعملوا العطريه مع هاد الشيء ما تحركوش. دابا ها هي طابت، ما كتديش الوقت بزاف، على نار مهيله كطلق ديك الماء وديك البصله طلقت الماء ديالها ومطيشه، كطيب غير فهاد الشيء صافي. وكنخلطوا عاد ديك الساعه كنخلطوا الا عملنا التوابل معاها، خلطوها مزيان. الا حسيتوا بها باقي فيها شويه الماء وهذا راه كتزيدوا كتشحروها، كتزيدوا واحد شويه الا بغيتوا الليمون، هي اصلا حامضه، واحد المعلقه ديال عصير الحامض، ما بغيتوش هي كما قلت لكم حامضه، خليوها هكذاك. بغيتو تزيدوا واحد شويه الزيت تزيدوها حسب نتوما اللي بغيتو، كتبقاو كتديوها وتجيبوها حتى كتوكح من ديك الماء اللي فيها، كتشرب ديك الماء اللي فيها صافي. ها هي وجدت،
سهلة، كاين اللي كيبخرها كاين اللي هذا. انايا قليل فين كنبخرها، كنعمل لها الطريقة. دابا راه زدت الليمون الحامض، زدت معلقة، يمكن لكم ما تزيدوش، وعاد زدت الملح، ناقص شويش الملح صافي. وكنعملوها في الطبيصلات ونقدموها كطبق مرافق لشي حاجة اخرى. ودابا وقتها استغلوها، راه هي فيها فوائد عظيمه. دابا راه فين ما مشيتي تلقاها كتباع عند ديك الخضاره، داك النساء اللي كيهودوا من الباديه. شكرا على تتبعكم، والى اللقاء مع وصفه جديده.